عبارة عن طلاسم غير مفهومة، لأن ده علم الله أعلم به، ما أنزل به الله من سلطان. عبارة عن طلاسم غير مفهومة مكتوبة باللون الأحمر وبالقلم الأحمر، يوضد معها مثلا نوع من أنواع البيض، نوع من أنواع الأوراق المكتوب فيها طلاسم، أسماء الناس اللي هي معمول لها مثلا أعمال بالتفرقة، أعمال بشتتان الحال، أعمال بالربط عن الزوجين، ودي مشهورة جدا في المقابر هنا، يقال عنها اللي هي عديد ياسين، ودي عبارة عن قالب طوب بيودوه للراجل إن كان مثلا بيقرأ عليه ويعزم عليه، وبيلفه بحتة قماشة بيضة وبيقيه في المقابر أو يدفنه في المقابر. فدي حاجات شرقية لا أنزل الله بها من سلطان. في أعمال سحرية موجودة في المقابر، مقبرة واحدة بس من 5 أيام لقوا فيها 17 عمل، تمام، وهم جزاهم الله كل خير فكوا الأعمال دي. وبيقولوا إن كل معظم القباب اللي موجودة القديمة اللي مغلقة من 50 و60 عام موجودين في المدينة هنا، معظمها مليانة أعمال سحرية. كل ما تخيل الفحشاء في الجبابين، جبابين الطاهرة بتاعت ربنا بقت فيها فحشاء، مخدرات، سرقة، ما فيش داعي يعني الواحد يقول أكثر من كده تاني.